هاي البلدة كلش عتيقة. هاي جابت أبو عرفان من الخارج قبل ما تطلع هي وبنها. بس هسه يلا طلع وجهها كلش لطفة خالد. حاولنا نعطي رؤية أخرى بالنسبة للقضايا، وأيضا أنا يوسف يا أبي هو بشكل عام يعني المشاهد المستمع العربي يعرف أنا يوسف يا أبي. حاولنا نفس القصة تدور، لكن هالمرة أنا يوسف يا أمي، لأن قصة الأم العراقية هي هدفنا، معاناة الأم العراقية وما مرت بها في هالسنوات الأخيرة. زين، حابين نعرف منك وين كانت مواقع التصوير، وشفنا ايضا اكو فيديوهات حقيقيه داخل الفيلم. اي مواقع التصوير طبعا ايران كان والعراق. الفيديوهات الحقيقيه احنا حاولنا شويه نمزج الفيلم الروائي الفيكشن مع الدوكيومنتري. اصلا هو فيلم عراقي روائي. انا يوسف يا امي انعرض الفيلم جمهور، كان جمهور جيد، وأنا كل سعيدة أصلاً ما أقدر أحكي من الفرح. دوري كان الأم العراقية الأصيلة اللي ضمت ابنها داخل حفرة 80 سنتيم حوالي 21 سنة. صدقيني هاي الأم العراقية لا تلحقها الخنساء ولا تلحقها أي بطلة. الأم العراقية أكبر خنساء وأكبر بطل، اللي ضحوا أبناء الشهداء، أمهات الشهداء وزوجات الشهداء ضحوا الأكثرية بأبنائهم. أنا حميت ابني، حميته حتى حفظه من الحرب، حميته 21 سنة لأن كانت إذنه وكان مطارد. فالفيلم انعرض بشكل حلو، أريد أقول.